السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك كرم سالم من قناة صيادين البحار. هذا يا جماعة احنا النهاردة على طلعة المحمودية، بس خلاص 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 خلاص. طبعا احنا بنصطاد بسن رقم 6، بس احنا بنطعم الطعماية عنكبوت كده ماشي، عشان خاطر تفضل تتلعبط في المية كده والسمكة بتاكلها ماشي. سن رقم 6، خيط الرمال 25 ماشي، الخيط الاساسي 35، وغماس كبير عشان هنا المايه جامده، وطبعا حاطط رصاص على قد الغماس اهو، رصاص على قد الغماس على وزن الغماس يعني. والعود اللي معايا 3 متر ونص او 4 متر، العود الموجود عندك. ويا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لنا لايك واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصله مننا كل جديد. استنوني. طبعا النهارده احنا على طلعة المحمودية يا جماعة، بس احنا جينا بدري شوية عشان اللي يبان معانا نصوره او البول. طبعا الجرف ده الكركات شغالة فيه من ورا، واحنا ما عرفناش نقعد ورا، فاحنا جينا قدام شويه. والجهه الثانيه برضو الكركات شغاله فيها عشان هيحجروا الطرع من الجهتين. مشروع جميل، بس يا ربنا يتممه على خير ان شاء الله. استنونا واللي جاي احلى ان شاء الله. يا جماعه الجماعه اللي شغالين لطش، السمكه ملطوشه وحي. ملطوشه وحي. طبعا يا جماعة انا الغماز لسه مشتغلش معي، فرمي حداف اللي هو ده، حداف ورميه جنبي طلع منه حاجة بصورها ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. المحمودية واحد المحمودية. طبعا احنا بقالنا ساعة ونص، دي تاني واحدة. استنونا وجاية احلى ان شاء الله. هو هتنط في المية. اعمل لايك واشترك في القناة. قبل الغروب يا جماعة، قبل الغروب صار الغروب باي، قبل الغروب اهي. يلا هتبدأ تشتغل، استنونا واللي جاي احلى. ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ واكلة السن واكلة الطعم واكلة كل حاجة. بس خلاص بس.
تحياتي للجميع، استنونا واللي جاي احلى ان شاء الله. تجربة الرمى طب كويس الحمد لله ان هي بنت امها. جايبه معاها ايه؟ جايبه معاها الحضانه بتاعتها، كانت موديها المدرسه يا جماعه. واحدة سلطانة يا جماعة، طبعا ان شاء الله هصور لكم الحصيلة بعد ما اخلص ان شاء الله، ان انا بصور لوحدي وما بعرفش اطلع السمكة واصور. واحدة سلطانة على كيفك. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي تكس، صلى على النبي تكسب. اشتغلت يا جماعة بالليلة هي، بسم الله ما شاء الله شغالة 10 على 10. ما لسه على المحمودية برضو، استنونا اللي جاي احنا ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا دوب ترمي تطلع، يا دوب والله يا جماعة ترمي وتطلع، ترمي وتطلع. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. استنونا واللي جاي احلى ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله. طبعا في جبالي في الناحية التانية يا جماعة بتخانقوا على واحدة غضبانة. بسم الله ما شاء الله، السمكة بتشع نور. بسم الله ما شاء الله، عاوز اسيب الصيد واروح اهدي بينهم ونروح نرجع الولاد الغضبانه دي. استنونا اللي جاي احلى ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله.